جدد الترحاب بكل مشاهدينا الأكارم متابعي صباح الشروق، نعود لكم بعد هذا الفاصل مع عدد أيضا من الفقرات، ونبدأ بجولة على موقعنا على الإنترنت الشروق دوت نت. هذا الموقع الذي فيه عدد من الأخبار وعدد من الصفحات صحة وغذاء علوم وبيئة وأيضا الأخبار السياسية المحلية والعالمية وجانب مقدر من مكتبة قناة الشروق المرئية موجودة في هذا الموقع. أهلا بك مرة ثانية وبكل متابعينا، ونبدأ أحمد يعني في أولى الأخبار. العفو الدولية تبارك إلغاء قوانين النظام العام بالسودان. رحبت منظمة العفو الدولية على لساني نائب مدير برنامج شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى سيف ماجانجو، رحبت بقرار الحكومة الانتقالية في السودان بإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة، معتبرا أن الخطوة جاءت متأخرة كثيرا. وقال ماجانجو إنها خطوة كبيرة باتجاه حقوق المرأة في السودان بإلغاء قوانين النظام العام جاء متأخرا كثيرا، وكان يتم احتقار الكثير من النساء بشكل تعسفي ويتم ضربهن وحرمانهن من حقوق الحرية والتجمع وحرية التعبير عن الرأي بموجب هذا القانون التمييزي. وأضاف يجب أن تضمن الحكومة الانتقالية الآن بإلقاء النظام القمعي بشكل كامل، ويشمل ذلك إلغاء البنود التي تملي الزي الذي يجب أن ترتديه المرأة في القانون الجنائي، وتفكيك شرطة النظام العام والمحاكم المخصصة، وإلغاء الجلد بوصفه أحد أشكال العقاب. وفي خبر ثاني يعني ننتقل إلى الإيجاد، تختار السودان رئيسا للمنظمة لمدة عام بعد صراع مع كينيا وعدد من دول الجوار الإفريقية. خلص اجتماع كبير لرؤساء حكومات دول منظمة الإيجاد المنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا برئاسة إثيوبيا وبحضور رئيس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك بالموافقة على رئاسة السودان لمنظمة إيجاد لمدة عام. ووصل حمدوك والوفد المرافق له إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا صباح أمس الجمعة، وكان في استقباله بمطار أديس أبابا رئيس إثيوبيا السيدة سهلي وركي وعدد من الوزراء والمسؤولين الإثيوبيين. وأكدت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله في تصريحات صحفية أكدت الموافقة على رئاسة السودان للإيجاد تبين أهميته وتمنحه وضعه الدولي والإقليمي، وتشير إلى اعتراف دول الإيجاد بالسودان الجديد وما يمكن أن يقدمه في شتى المجالات. وفي ذات الشأن ناقش الاجتماع بعض المسائل الفنية الخاصة بالإيجاد لا سيما أمن البحر الأحمر وإعادة هيكلة المنظمة لتصبح أكثر فاعلية وقدرة على تحقيق السلام والتنمية والرفاه لدول المجموعة. الجدير بالذكر أن المرحلة التي سيتقلد السودان فيها رئاسة المنظمة تعتبر مرحلة مهمة، لا سيما أن الإقليم يواجه العديد من التحديات المتمثلة في السلم والأمن والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فضلا عن الإرهاب والتطرف العنيف. كما تم خلال الاجتماع اختيار السيد وركنا جيبيو من دولة إثيوبيا ليصبح سكرتيرا تنفيذيا جديدا للمنظمة. وفي خبر جديد، اجتماع جديد بشأن خلافات صد النهضة في القاهرة بالإثنين. تستضيف القاهرة الاثنين المقبل اجتماعا جديدا بشأن سد النهضة على مستوى وزراء الري والموارد المائية لكل من السودان ومصر وإثيوبيا، وينتظر أن يغادر وزير الري والموارد المائية ياسر عباس يوم الأحد إلى القاهرة على رأس وفد السوداني المشارك في الاجتماع الذي يستمر ليومين. ويعد الاجتماع الثاني من جملة 4 اجتماعات على مستوى وزراء المياه واللجان الفنية للدول الثلاث للاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي قبل حلول 15 يناير المقبل. ومن المقرر أن تستضيف الخرطوم الاجتماع الثالث في أواخر ديسمبر على أن تشهد أديس أبابا الاجتماع الرابع في أوائل يناير المقبل، وذلك قبيل الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية والمياه الذي سينعقد في واشنطن منتصف يناير المقبل. وشهد الاجتماع الأول الذي انعقد في العاصمة الإثيوبية في منتصف نوفمبر بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، شهد عروض الدول الثلاث حول ملء وتشغيل سد النهضة. وفي ختام اجتماع أديس أبابا الأخير وافق الوزراء على مواصلة النقاش وفقا للنتائج التي توصل إليها كوثيقة في عمل المناقشات المقبلة. 47 مليون دولار من إيفاد لتحسين دخل الأسر ببعض الولايات.
خصص الصندوق الدولي للتنمية الزراعية المعروف بإيجاد منحة ب 47 مليون دولار لتحسين مستوى الدخل للأسر والقدرة على الصمود في وجه تغيرات المناخ بين صغار المنتجين والنساء والريفيات والشباب في 4 ولايات بالسودان، وذلك في إطار مشروع تطوير الزراعة والتسويق المتكامل بالسودان. وأسهم مشروع إيفاد الذي يتخذ من مدينة الأبيض مقرا له في أول موسم زراعي هذا العام في توفير المدخلات الزراعية المحسنة وتعزيز مهارات الأعمال والوصول إلى التمويل الريفي والدعم الملائم للتسويق وتنظيم روابط المنتجين بشكل أفضل. وفي ذات السياق قال المنسق الرئيس للمشروع بالسودان المهندس محمد يوسف النور طبقا لوكالة السودان للأنباء إن أول موسم للحصاد بدأ في مساحات تجاوزت 1 مليون فدان بكافة مناطق في عمله في 4 ولايات في شمال كردفان وغرب كردفان وجنوب كردفان وسنار، وعمل في عدد من القرى المختلفة التي تبلغ 140 قرية مختلفة في 13 محلية لأصحاب الحيازات الصغيرة، وتشمل الأسر المستهدفة صغار المنتجين بمن فيهم نساء وشباب الريف، وأسر جديدة مستفيدة من المشروع وأسر قديمة استفادت من مشروع تطوير التقاوى ومشروع دعم صغار المزارعين بولاية سنار. وقال المنسق الرئيس لمشروع الزراعة بالسودان إنه تم وضع استراتيجية شاملة أثمن المرحلات الاستهلاكية تم من خلالها اختيار القرى المشاركة في المشروع، مبينا أن ذلك تم وفقا لمعايير شاملة النسب المئوية للأسر الفقيرة في القرى. الحزب المنحل يدين إجازة قانون لحله ومصادرة ممتلكاته. أدان حزب المؤتمر المنحل القانون الذي أصدره مجلس السيادة والوزراء وقضت بحله ومصادره أموال وتفكيك النظام الإسلامي الذي حكم بالبلاد برئاسة عمر البشير طوال 30 عام. وقال الحزب المنحل في بيان مقتضب على صفحته في موقع فيسبوك إن القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية، يعني بذلك مصادرة أملاك الحزب ووضعها في خزينة الحكومة، معتبرا هذه الخطوة دليل فشل تام تعاني منه الحكومة غير الشرعية. وقال أيضا الحزب المنحل: نحن لا نعترف بالسلطة الحالية ولا يعنينا أي قانون أو أي قرار يصدر منها. وفي وقت متأخر من ليلة الخميس أجاز المجلس قانونا ينص على حل حزب المؤتمر المنحل ومصادرة أمواله ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي ل10 سنوات على الأقل، ملبية بذلك أحد المطالب الرئيسة للحركة الاحتجاجية التي قادت إلى الإطاحة بنظام حكم البلاد طوال 30 عام. هذه كانت جولتنا في موقع انترنت الشروق دوت نت. لمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم دائما زيارة موقعنا على الانترنت.